أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل لمحطتنا التالية، وبظل التطور التقني يلي عم نعيشه أكيد بظل الكتاب الورقي عبق خاص فيه، وأكيد شيء كتير خاص فيه. يعني نحن هلأ هالأيام لما منشوف حدا عم يهتم بالكتاب وعم يقرأ كتاب منرجع هيك كتير لورا ومنتذكر أيام زمان قبل تطور التكنولوجيا والكتب الإلكترونية. بظل هاي الظروف وبمحطتنا هاي رح نسلط الضوء على أنشطة الهيئة العامة السورية للكتاب والتركيز على شهر الكتاب السوري، وللحديث أكثر أكيد عن هاي الفعالية وأهميتها بصرنا نرحب بالاستوديو بالدكتور نايف الياسين، وهو مدير الهيئة العامة السورية للكتاب يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة. شكرا، أهلا وسهلا فيك دكتور نايف. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي مع حضرتك اليوم قديش نحن مهم أنه نركز على الكتاب مع انتهاء العام الدراسي اليوم، قديش مهم أنه أبنائنا كمان نخليهم يتعلموا الكتاب، يمكن بنختار الأوقات الصحيحة لأعطائهم الكتاب. نحن قديش مهم اليوم الكتاب يرجع لأيدنا، نرجع هيك نستمتع بشي نحن بنحب نقرأ ضمن ورق وأحساس وانسجام كامل. الكتاب كان وسيبقى في غاية الأهمية بصرف النظر عن الأشكال الأدبية والفكرية والفنية الأخرى، فالكتاب يبقى هو الأساس سواء بالنسبة للمسرح أو للسينما أو بالفنون أو بغيرها. فالكتاب أمر أساسي بحكم محتواه وبحكم ما يرد فيه، وأيضا مثل ما تفضلتي بحكم شكله ورغبة الناس بتصفحه، في دائما رابط عاطفي يربط محبي الثقافة والفكر بالكتاب بشكله الحالي. طبعا الهيئة العامة السورية للكتاب تنتج مختلف أنواع الكتب الفكرية والسياسية والأدبية وكتب الأطفال التي نوليها علاية مهمة، وحاليا نقيم معرض في كليات جامعة دمشق في هذا الوقت، يعني لم ينتهي العام الدراسي بعد، هناك طلاب فأحببنا أن نأتي إليهم. افتتحت السيدة وزيرة الثقافة المعرض الكتاب شهر الكتاب في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وكما نعلم يعني هذه مركز الجامعة، والرابط بين الهيئة العامة السورية للكتاب وكليات جامعة دمشق نحن حريصون عليه. أكيد دكتور عم نتابع نحن اللقطات من افتتاح فعالية شهر الكتاب، طبعا تم الافتتاح من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، وأكيد حضور عدد كتير كبير مثل ما عم نتابع عبر كاميرا الإخبارية السورية، وعم نشوف هذا التنوع الكتير كبير ضمن الكتب إن كانت فكرية ثقافية. نعم. يعني بتهم جميع الأعمار وجميع الأذواق الأدبية. خلينا نحكي يمكن عن اختيار هذا النوع من يعني المجمل من الكتب، هالتنوع الكتير كبير. يعني نحن نبني على إرث وزارة الثقافة الطويل والعريق والمهم في نشر الكتب ذات المحتوى الرفيع من حيث الجودة ومن حيث أهميته لمختلف شرائح القراء. فكما تفضلتي يعني نجد في هذا المعرض الكتاب الفكري السياسي الأدبي الروائي المسرح، كتب في أيضا الهيئة تطبع دوريات مستمرة مثل المعرفة، مجلة المعرفة العريقة، مجلة جسور ثقافية المعنية بالترجمة. ففي هذا المعرض من منتجات الهيئة العامة السورية للكتاب ما يلبي احتياجات مختلف شرائح القراء والمجتمع. كتب الأطفال نوليها عناية كبيرة جدا، وكتب الأطفال التي تنشرها الهيئة العامة السورية للكتاب مرغوبة ليس في سوريا وحسب، بل مرغوبة في سائر أنحاء العالم العربي. ونحن الآن يعني نقيم هذا المعرض الذي يستمر شهرا في مختلف كليات جامعة دمشق، لكننا أيضا نشارك في المعارض العربية بعد انقطاع طويل، ونعلم من ردود فعل على مشاركة الهيئة العامة السورية للكتاب
أن كتب الأطفال بين الكتب الأخرى تحظى بأهمية كبيرة، والقراء في العالم العربي ينتظرون مشاركة الهيئة لاقتناء الكتب الصادرة عنها. خلينا دكتور نحكي عن الأهمية يلي عم يعكسها هذا الاحتفال بشهر الكتاب، أكيد بظل التطورات التكنولوجية يلي صار شوي عم يحد من أهمية ووجود الكتب الورقية. خلينا نحكي عن أهمية هذا الاحتفال أكثر. الكتاب الورقي أكيد مهم، لكننا لم نغفل نحن في الهيئة العامة السورية للكتاب موضوع النشر الإلكتروني، لأن النشر الإلكتروني قادم وربما قادم ليبقى، فهذا أمر يعني لا ينبغي أن نتهرب منه. الآن بات أمرا ضروريا، يعني أنا أستاذ جامعي أيضا فأدرس روايات مثلا، يتابعوني طلابي على أجهزتهم المحمولة، وربما هذا أيضا يعني أوفر من شراء وأسرع وسهل، ويمكن لكل منا أن يحمل على جهاز هاتفه 50 كتابا، فهي يعني يصبح مكتبة متنقلة. فالكتاب الإلكتروني يعني نحن لا ينبغي أن نهرب منه أو أن نناصبه العداء. الكتاب الورقي مهم وله جمهوره، ونحن ننشر الكتاب الورقي، لكن علينا أن نأخذ بالاعتبار أن التكاليف ترتفع، وأحيانا يعني باتت الأوضاع المالية ضاغطة، فنحن نحضر أنفسنا للنشر الإلكتروني، فلدينا عدد كبير من الكتب التي ننشرها إلكترونيا، ومجلات الأطفال مثلا ومنشورات الطفل ننشرها إلكترونيا، ومن ثم نعود عندما تسمح الظروف لننشرها ورقيا. لكن الكتاب الورقي مهم، ونشاهد هذا في كل المعارض التي تقيمها الهيئة أو دور النشر الأخرى، يعني ما يزال هناك إقبال كبير على الكتاب الورقي. نعم. دكتور نايف، يعني بما أنه عم نحكي عن الفعاليات الثقافية يلي عم نقوم فيها، وعم نحكي عن الإنجازات وعن المعرض يلي رح يستمر شهر، اليوم أكيد الكتاب السوري دائما هو بالمراتب الأولى عالميا مثل ما ذكرت حضرتك، وعنا مشاركات عديدة، ولكن خلينا نتطرق شوي إلى الجوائز يلي نحن بنحصل عليها من خلال كتابنا السوري، من خلال النمط يلي منتبعه، من خلال النشر. أكيد يمكن مرقنا بظروف صعبة، ولكن ظلينا مستمرين بالكواليتي مثل ما بيقولوا، أو بالجودة. نعم. هي أكثر ومواكبة العالم. نعم. أكثر. نعم. خلينا نحكي عن أهم الجوائز وأهم يمكن المسابقات يلي مقدمين لهلا، أهم الفعاليات، أهم المعارض يلي رح نشارك فيها هلا بالموسم اللي جاي. الهيئة العامة السورية للكتاب أعلنت عن بدء قبول المشاركات في جائزة حنا مينا للرواية، جائزة سامي دروبي للترجمة، جائزة القصة الموجهة للطفل، جائزة القصة الموجهة للطفل، جائزة اللوحة الموجهة للطفل. يعني كما تلاحظون نوجه عناية خاصة للأطفال، لكن أيضا هناك عناية واهتمام بجميع الأصناف الفكرية الأخرى. فهذه الجوائز رغم أن قيمتها المادية يعني بحكم التضخم لم تعد كبيرة، لكنها ذات قيمة معنوية كبيرة. يعني نحن على سبيل المثال يتصل بنا أشخاص من دول أخرى يريدون ترجمة، دور نشر أخرى تريد ترجمة الأعمال الفائزة مثلا بجائزة حنا مينا للرواية. عند حصول أي شخص على هذه الجائزة فإن ذلك يشكل دافع معنوي، يعني يضعه على خارطة الإنتاج الأدبي في سوريا والعالم العربي. فالجائزة ليست بقيمتها المادية وحسب، لها أهمية معنوية كبيرة. فهذا جزء من تشجيع الكتاب وخصوصا الشباب منهم ونشر أعمالهم، لأن العمل الفائز أيضا تلتزم الهيئة بنشره، فهو ينشر مجانا ويتلقى مكافأة النشر ويتلقى الجائزة. فيعني تعويض معقول، نحن نطمح إلى أكثر من ذلك، لكن ضمن الظروف الراهنة أمر جيد. لكن نحن نركز دائما على جودة ما ينشر، لأن ما تفضلت به صحيح، المنتج الثقافي السوري منتج دائما ينظر إليه باحترام في العالم العربي وفي الخارج. نحن حريصون على المحافظة على إرث
وزارة الثقافة وعلى إرث الثقافة السورية باختيار أفضل ما يكتب وأفضل ما يترجم لنشره. فهذه عملية أعتقد مهمة، وكان في الماضي بسبب الظروف واجهنا صعوبات في عملية توزيع الكتاب، في عملية إيصاله. منذ سنة تقريبا تمكننا من إبرام عقد مع وكيل يمثل الهيئة العامة السورية للكتاب في جميع المعارض التي تقام عربيا، وإذا كان هناك فرصة للمشاركة في معارض عالمية. فحاليا الكتاب السوري يصل إلى كل المعارض العربية، يعني حاليا وأنا أتحدث الآن هناك معرض في الرياض، عفوا في المدينة المنورة، معرض في المدينة المنورة، شاركنا في معرض الرياض للكتاب، وهناك معرض في أبوظبي، فشاركنا في القاهرة، شاركنا في عمان، شاركنا في بغداد. فالكتاب السوري الآن نستطيع إيصاله إلى جميع أنحاء العالم العربي، وهذا الكتاب مطلوب ومرغوب. والناس، أنا أتلقى رسائل من أشخاص يسألونني عن مشاركة الهيئة السورية للكتاب في هذه المعارض، لأنهم ينتظرون الكتاب السوري. فهذا أمر نحن فخورون به وحريصون على الاستمرار في تعزيزه. أكيد كل هاي النجاحات والإنجازات تسبقها خطط ماضية. خلينا نحكي عن الخطط المستقبلية للهيئة العامة السورية للكتاب، شو أبرزها ضمن شو المحور يلي متجهين عليه حاليا؟ بشكل أساسي يعني عندنا يعني نحن محورين أساسيين في التأليف والترجمة. في التأليف يعني نحن إلى حد كبير محكومون بما يقدم للهيئة من أعمال مؤلفة، سواء كانت أدبية أو فكرية أو غيره. لكن نلجأ عندما يكون هناك فرصة إلى تكليف أشخاص بكتابة أعمال خاصة للنشر في الهيئة العامة السورية للكتاب، وهنا نركز على الفكر التنويري، على الثقافة المستنيرة، على ما يلبي احتياجات المثقف والدارس والطالب. في مجال الترجمة نضع سنويا خطة سنوية للترجمة في إطار خطة وطنية عامة، نختار أفضل ما ينشر في العالم باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، ونضع خطة لترجمة هذه الأعمال على مدار العام، ننجز عدد كبير منها حسب أيضا توفر المترجمين، ونضع في نهاية العام نضع خطة جديدة أيضا. النشر الإلكتروني كما قلت أيضا هذا على جدول أعمالنا، نستمر في إنجازه، ونحاول جاهدين أيضا تحسين عملية توزيع الكتاب. يعني نحن يؤلف كتاب جيد، نطبع كتاب بشكل فني جيد أيضا، لكن علينا أن نوصل هذا الكتاب إلى الراغب بالقراءة من خلال المعارض ومن خلال الوكلاء ومن خلال التوزيع المباشر. يعني الهيئة العامة السورية للكتاب منتشرة على مساحة سوريا من خلال منافذ البيع الموجودة في المراكز الثقافية. فيعني الكتاب الذي تنشره الهيئة يصل، ونحاول تعزيز عملية التوزيع وإيصال هذا الكتاب لمن يرغب. ذكرت حضرتك كمان أنه الكتب جميعا مترجمة، في مترجمين للكتب، عم يتوافق هذا الشيء مع عدد المترجمين أو توافق المترجمين مع الكتب؟ يعني ليس دائما، لأن لدينا مثلا واضح هناك مترجمين من اللغة الإنجليزية أكثر مما يوجد من اللغة الألمانية مثلا أو الإيطالية، أو يعني هناك عجز كبير مثلا في المترجمين اليابانية والصينية والكورية. يعني هناك كم من الكتب الجيدة جدا التي تنشر باللغة الصينية أو باللغة اليابانية لا نستطيع ترجمتها إلا من خلال لغة وسيطة. نحن جزء من سياستنا في الهيئة العامة السورية للكتاب أن لا نترجم عن لغة وسيطة، يعني كتاب يكتب بالإنجليزية يترجم من الإنجليزية، لكن بعض الاستثناءات المتعلقة بمثلا الصينية واليابانية والكورية نظرا لعدم وجود مترجمين من هذه اللغات مباشرة، أخذين بالحسبان أن هناك كتب مهمة جدا
يستحسن أن نترجمها. نعم دكتور نايف، يعني هيك خلينا نخبر المشاهدين، ضمن الظروف الصعبة في كتير ناس ما بقدرتها هي تشتري كتاب، إن كان لإلها وإن كان لأطفالها، خاصة كتب الأطفال عم نشوف آراء الناس إن هي كتير غالية عم تكون، يعني نوعا ما خلينا نقول، خلينا نحكي اليوم أكيد في ظروف نشر، في ظروف يعني خارج عن إرادة أي حدا، بكل الهيئات بكل المكان يلي عم يشتغلوا فيه الناس، ولكن اليوم قديش نحن هيك عم نعمل بالحسبان ظروف العالم لحتى يصل هالكتاب لأيد الكبير والصغير. مفهوم تماما، نحن نتفهم وضع كل الناس والقدرة الشرائية المحدودة لشريحة واسعة من المجتمع، لكن نأخذ في الحسبان ما يلي. أولا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب أرخص بما لا يقاس مما تنشره دور النشر الخاصة، لأن سعر الكتاب لدينا يسعر حسب سعر التكلفة، والتكلفة تشمل الورق والألوان والبلاكات وما إلى ذلك الداخلة في الطباعة، لا تشمل لا أجر المؤلف ولا أجر المترجم، يعني هو أقل من، يعني سعر الغلاف أقل بكثير من سعر التكلفة، ثم يباع بحسم 50%، وبالتالي فإن الكتاب الصادر عن الهيئة يباع بسعر جدا منخفض جدا. يعني لا أقول أنه أحيانا قد يبدو السعر مرتفع لمن ليس معه هذا المبلغ، أكيد هذا أمر مفهوم، لكن نحن كتابنا أصلا بسعر الكلفة أقل من سعر الكلفة، أكيد أقل من سعر الكلفة، ويباع بحسم دائما في المعارض بحسم يصل إلى 50%. فالكتب التي تصدرها الهيئة وخصوصا للأطفال أسعارها مدروسة جدا جدا، يعني أقل من هيك يمكن هذا صعب. الشيء وأكيد بيحفز وبيشجع كثير من الناس أكيد. أنهم يلجأوا للكتاب الورقية. عم نشوف هون ضمن الاحتفالات يلي أقيمت باللاذقية وبدمشق، ليش ما عملتوا بباقي المحافظات أو في أمل تعملوا بباقي المحافظات؟ لا يبدأ الشهر الكتاب، بدأ الأحد الماضي مع افتتاح السيدة الوزيرة لمعرض الكتاب في جامعة دمشق، بدأ في كل محافظات القطر. بس هلأ بلشتوا باللاذقية وبدمشق، لوين متجهين بعدها؟ لا مو نحن متجهين، نحن المديريات الثقافة في جميع أنحاء القطر مفروض بدأ شهر الكتاب الأحد الماضي، لكن كل مديرية ثقافة من خلال نوافذ البيع، من خلال مثلا فروع جامعة تشرين مثلا في اللاذقية، أو جامعة البعث في حمص، أو في أمكنة أخرى، فيمكن لمديريات الثقافة أن تستمر في هذا الشهر في جميع أنحاء سوريا في الوقت نفسه على مدار الشهر أكيد. نعم. وليس فقط في دمشق واللاذقية. نعم، يعني دكتور نايف هيك بنتمنى الإقبال إلى الفعالية الثقافية والفكرية لشهر الكتاب السوري، يعني نتمنى الإقبال من الناس، بنتمنى يطلعوا، ونحن أكيد يعني كلنا هيك أذان صاغية ونحن نتمنى أيضا لأي حدا بالتأكيد. عنده أي بالتأكيد كل ملاحظات نحن يعني نحاول جاسي. أن نتعلم منها ونتجاوز الصعوبات، ونحن مستعدون لسماع أي ملاحظات أو أي نقد، لكن وأنا أدعوكم لزيارة المعرض وستفاجئون أولا بالإقبال، اثنين بالأسعار. نعم. أمر يعني جدا مطمئن. إن شاء الله أكيد جهود كبيرة ومبذولة لحتى هيك إحياء الكتاب السوري. نتمنى يرجع يصل للعالمية وهيك هالانفراجات تكون على كل الأصعدة. شكرا كثير لك دكتور نايف ولجهودكم. شكرا لاستضافتكم.